هنا المنتخب المغربي عندما يضيع الكرة يبدأ الضغط في مناطق الدفاعات الجنوب إفريقية. الكرة الأمامية صعبة، هذه الكرة صعبة، هذه الكرة صعبة، هذه الكرة حكيمي في التغطية خطيرة والجول، خطيرة والجول الأول للمنتخب الجنوب إفريقي عن طريق اللاعب فوستر. فوستر يفاجئ الجميع بهدف أول ياوغو يابروس، سيناريو لم يكن منتظر في الوقت الذي كان يضغط فيه المنتخب المغربي. هنا تأتي مرتدة سريعة، شوف الإعادة، هنا التباعد بين الخطوط والتباعد بين اللاعبين، الكرة في دار سيس، حاول حكيمي بعد ذلك أن يقوم هنا بالتغطية وإبعاد الكرة، لكن فوستر